أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناة المتواضعة. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا رضوان في الروحي اللي كيناقش الموضوع ديال فتح الحدود مع الجزائريين اللي طلعوا معها في واحد المباشر. ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم تفرجوا وتعطوني الآراء ديالكم في قناة التعليقات. ما تبخلوا اللي عطى الله عطاه، داكشي اللي بغى فخامة الرئيس واللي طلبوا المواطن الجزائري بالمناسبة غادي نحقوه له. دونك انا علاش قلت هادشي؟ لانه لوبجيكتيف ديال هذا اللايف ان شاء الله هو نعرفوا واش خوتنا الجزائريين ديجا، نتوما خوتي المغاربه، واش مع فتح الحدود او لا؟ لا، واش نتوما مع فتح الحدود المغاربه او لا؟ لا، واخي الجزائري شنو دابا مطلوب منا حنايا؟ شنو طلبتوا منا باش ترجع العلاقات كما هي؟ حنا مسامحين، الدنيا هانيه، ما بحال ما كاين حتى شي حاجه، الدنيا هانيه. واش خويا الجزائري انت تبغي اليوم الحدود تفتح وشنو طلب منا باش ترجع الامور كما هي؟ فخامه الرئيس قال لك يا قوبي الله يحفظك، قال لك وصلنا لمرحله لا عوده، حنا بغينا هتحل، لان حنا الوضعيه الاقتصاديه اليوم المغرب لا تسمح، وحنا عندنا الى جانبنا رابع قوه اقتصاديه في افريقيا. يعني حنا بامكاننا انه لما تفتح الحدود في مع الجزائر وبين الجزائر والمغرب، واحد المليون مواطن اخرى مغربي تمشي تخدم تما. عندنا مليون نزيدو مليون اخر، هانيه ما كاينش المشكل، على اعتبار انه كلش باطل في الدوله الجزائريه الشقيقه. ثالث قوه اقتصاديه في افريقيا، الملاعب كتشوفوا من اعلى مستوى، السكن كيتعطى باطل. فانا ما كرهناش، انا بعدا ما كرهتش انه الحدود تحل. دونك الخوت الجزائريين قبل ما تحل الحدود شنو نطلب منا اليوم باش ترجع العلاقات كيف ما هي؟ كيفاش نديرو؟ شنو خصنا حنا المغاربه نديرو باش نرجعوا العلاقات كيف ما هي؟ فخامه الرئيس الجزائري عارفين غضبان علينا، وعارفين تجنب معنا الحرب، وعارفين هذا الشيء كله. وحنا كنقولوا حنا نؤمن انه الدوله الجزائريه دوله عظيمه وقويه وثالث قوه اقتصاديه في العالم وكلش باطل، وعارفين انه اذا فتحت الحدود كاينه مواطن مليون في الجزائر غتزاد مليون اخرى، نقدر نكون انا منهم، ممكن انا واحد النهار انا نمشي نخدم في الجزائر واخا بالاوراق، لان غنمشي لعند قوه اقتصاديه. هادشي المغاربه راكم ما كتعرفوش، راكي صحابكم هادشي طنز، راه ماشي طنز اخوتي، ماشي طنز. انا مغربي اليوم، انت ما عندك ما تاكل، البوطة عندك غالية، الماء ما عندكش، المواطن المغربي كله جميع المنازل المغربية فيها السيتيرنا. وهذا الشيء بالمناسبة إلا بغيتوا أخوتي المغاربة يتحيد، الحل تفتحوا الحدود ويعفو علينا فخامة الرئيس. دونك نتوما واش مع أنه تفتح أو لا؟ وخويا الجزائري، أختي الجزائرية، أنا بصراحة أختي أنا عييت من الطابور، عييت لما نخرج لعند مول الحانوت نلقى الطابور قرعة الماء، خصني نصبر نساين عليها 10 دقائق قرعة الماء. عييت لما انه نمشي نشري الحليب يقول لي مول الحانوت الحليب ما كاينش، سير حتى الغدا واجي. دونك نتوما واش مع فتح الحدود ولا لا؟ وخوتي الجزائريين واش تبغيو ترجع العلاقات كيف ما هي؟ وشنو مطلوب منا؟ رضوان تحياتي، مرحبا بك. واش راك؟ الله يحفظك خويا. نقول لك طلعتنا دائما نشوفوا اللايف تاعك، نتبعوا نبغوا نطرحوا نريبوندي ولك شويه هكا بشي اللي نعرفوه اخويا. الله يبارك لي دوموندون بزاف، صاك بروفوكي بزاف لي زاجيريين هاد اليامات. علاش اخويا شنو قلت لكم؟ خايب راك تبروفوكي بزاف والله. شوف والله غير ان كونسي، راك تبروفوكي بزاف. وشوف نو برون با زعما تقول زعما ماهوش فايقين لك بلا فاسون هذه اللي تهضر بها، زعما شغل انديريكتومون وانتوما وعندكم الفقر وما على باليش ولازم ينفتحوا الحدود وكذا 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 وكذا، كاع راهم فايقين لك بلا فاسون هذه اللي تهضر بها تاع الاستهزاء. هاد لا فاسون زعما شغل زعما كون كوا بلي الجيري هي اللي فيها داك الشيء، نو ماشي المروك، ماشي فاهمني. ما خطيك وراهم بداو يبرونشوا لك بزاف لي زاجيريان لي دانيي دون. امين خطيك منهم. واش انا قلت الجزائر فيها الفقر؟ اه انا عارف، سي سي بيان سور قلتها بليزيور فوا. انا قلت لك المغرب الفقر كاين بارتو، الفقر كاين بارتو، الفقر كاين بارتو، بصح اون شوز سيور، اون شوز سيور، في لاجيري ما كاينش اللي يموت بالشر. عمرك اللي تشوف واحد ميت بالشر في لاجيري؟ كاين الفقر وي، بصح عمرك اللي تشوف واحد ميت بالشر. هذه يكون ثاني لي سي امين. شنو مطلوب منا حنا كدوله وكشعب مغربي نديرو باش تعاودوا ترجعوا معنا العلاقات كما كانت، وباش فخامه الرئيس الجزائري يسمح لينا وعفى الله عما سلف؟ اخويا واش قال الرئيس هذيك؟ رانا معاه حنايا. اييه ما سمعت الديسكور تاعو واش قال. انا طلع سولتك انت دابا كمواطن شنو مطلوب منا حنا باش تسمحوا لينا ونرجعوا بحال شحال هذيك؟ واخا قال لك، هو قال لك لا بريمير دي شوز، الحاجه الاولى لازم لا بريمير دي شوز، لازم لي زيكسكيوز، لازم الريجيم تاعكم يدومون لي زيكسكيوز. على هو اللي بدا في الاول، هو اللي بدا بهذه تاع يبلعوا لي فرونتيير في لي زاني 90 كيما كان عندنا هنايا لو تيروريزم اكسترا، هما اللي بداوا. نقول الملك ديالنا اللي كنا احنا متحقينكم. اسمح لي باش نفهموا لي زيكسكيوز. يعني الملك ديالنا خصو يصيفط واتساب لفخامه الرئيس ولا يعيط له في التليفون؟ حراش قلت لك ما تهضرش هكا، ما تهضرش بلي ضافاسون نهضر معاك سيريوزمون، ما تهضرش معايا هكا سيريوزمون. شنو نطلب؟ كتقول لي لا ما تقولش يبعث واتساب وكذا نهضر معاك، قلت لي عطيني ريبوندي، انا ريبوندي لك.
كيفاش غنديروا هاد لي زيكسبو؟ علاش 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 بلاتو لي فرونتيير في لي زاني 80؟ حيت كان عندكم الشر في الجزائر. الشر كان عندنا؟ لا لا، كنا في اون كريز، ماشي شر، الناس ماتت. ما تقولش الشر. كان عندكم اش كان عندكم في الجزائر؟ ماشي شر، ما كناش ميتين لا شر، كنا ناكلو ونشربو لاباس بينا، حنا بكرينا باس علينا كاع كاع لاجيري كاع لاجيري. ماشي انت حبيبي، هذيك لا بيريود شنو كان عندكم فيها؟ اش كتسمى؟ اش هي سوداء؟ شنو كان فيها؟ انا واحد، ما انا انا هذا اللي يهضر معاك، انا بابا واحد فيكتيم دو تيروريزم، انا فيكتيم دو تيروريزم. هذا الشيء اللي قلتيه بالفرنساويه بالعربيه، ميليتير وفيكتيم تيروريزم، ضحايا الارهاب. ايوا على هذا ماشي شر؟ لا لا إيه، معليش روح برك، روح معليش. الشر ايه كان عندنا الشر، سي تادير هو سي تادير انا نخليه تونس عارف ما بلاتش واش بينا، شغل كل كيحمي ولادو بالطريقه اللي بغا. خلاص انتوما انتوما خيرتو تبلعوا لي فرونتيير، خيرتو تبع هذاك سي فوتر، سي فوتر دو دروا، سي نورمال. ما نقول ما نقولكمش حنا ما بالسيف خلو الحداده مغلوقه. دابا بيني وبينك، دابا بيني وبينك، حنا فرضناك وكانت عندنا نفس المساله ياك، عندنا العسكر مثلا يقتل في الشعب بحال اللي وقع عندكم انتوما. ماشي العسكر، العسكر ما كاينش وقت زاد من سمعك تقولها عمرو، وقع العسكر اللي قتل الشعب. لا لا ما تغلطش، ما تغلطش الناس. علاش كنتوا حاكمين على، علاش كنتوا حاكمين على خالد نزار؟ كون هذا حكم على خالد نزار، على خالد نزار ما كانش محكوم، ما كانش محكوم، جامي حكموا عليه. لا العسكر خاطئ، بيان سور خاطئ العسكر، بيان سور خاطئ العسكر. واش دخل العسكر؟ واخا سيدي، دابا حنا فرضنا كان يحارب في التيروريزم، واخا فرضنا حنا كون كان داك الشيء عند الناس حنايا في المغرب، عمرنا ما نغرقوا الحداده وتخليوه يدخل عندكم الدنيا هانيه. لا عندنا كلمه سي رضوان، حنا خيسينا في زاكور حسن 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 دول. نعم جاوبني ببساطه، انت من ولايه؟ انا من ولايه، من السونتر، من السونتر. انت من الجي سونتر؟ من السونتر، ماشي من الجي سونتر، ليسونسيال من السونتر. عطيني سميت الولايه مثلا، عطيني اسم، عطيني اسم. نسكن في مليانه، روح روح نسكن في مليانه. اقرب ولايه لك شنو هي؟ عين دفله بليده الجي. تري بيان، نقولوا حنا عين دفله وبليده والجي. حنا فرضنا ولايه عين دفله، شوف فرضنا في ولايه عين دفله مثلا كاينه عصابه مجرمه اللي شداتو تسالي معاه في مخارج المدينه ومداخلها، غيكونوا لي باراج ولا ما يكونوش؟ يا رضوان ما تسيش جوستيفي بهذا لافاسون، راك غلط، راك غلط. سي تو سيني دي زاكور، كانوا باغيين يديروا، كانوا باغيين يديروا اتحاد مغاربي ولا جو سي با واش. واش عندكم دي باراج او با؟ بيان سور كاين دي باراج. شنو الهدف من الباراج؟ بور فوي، باش تعرف، باش بور في. هذا ما واش الهدف تاع البراج؟ عندك 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 حاجه، البراج ديالنا درناه هو الفيزا عادي. براجنا، واش انا انت دير براج في وسط بلادك وانا ما نديرش براج؟ ومن بعد حيدنا الفيزا، شوف ومن بعد حيدناها حليت الحدود، انت ما حليتهمش. دونك شكون اللي غلط؟ ليسون فيها تقسيتني انت. لا 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 انتوما غلطين، ما تسيش كاع تفهمني، ما تسيش تفهمني، انت اللي بديت العيب بالاول. سي نورمال تكون ريسبون. واش بغيتيني ما نديرش باراج؟ واش بغيتيني ما نديرش باراج؟ ما فهمتش. كيفاش دير باراج؟ شنو الباراج هذا تاعك اللي ديرو؟ شنو الباراج؟ كيفاش دير باراج؟ دير باراج ندخل انا، بغيت نتحكم في الداخل والخارج، الى ولو بروبليم. سبحان الله، تتحكم غير في لي زافيز الجيريان والفرونسي كي يجي سون فيزا، والفرونسي والاسبانيول والبورتوغي والانجلي والمريكان كي يجي سون فيزا، هذيك نورمال. والجيريان تارك اللي حدا، اسمح لي خليني نهضر، خليني نهضر برك. امين وبلادي، غادخل معايا في بلادي نتحكم فيها بالطريقه اللي بغيتي انت. بلادي خلاص غلط، وانا اللي نقول لك غلط، وانا اللي نقول لك غلط. مرحبا، انت تشوف فيها هذه من لوجيك، وانا نقول لك غلط. مرحبا، كيفاش لو فرونسي يجي سون فيزا، ولا اسبانيول يجي سون فيزا، بورتوغي سون فيزا، وكاع يجي سون فيزا، وانا لاجيريان دير لي فيزا في ان مومون اللي انا كنت مستحقك. وبلادي خلاص غلط، هذا ما كان غلط. ولي سونسي، انا دابا حيدت لك الفيزا. انا نحيد لك الفيزا دابا، ما انا محيد لك الفيزا، ما انا ما تدخل، تدخل عندي سون فيزا. ما المغربي كي بطول لاجيري يدخل سون فيزا. الحدود، الحدود بحال الحدود، بصح قلت لك عندي كونديسيون اللي قالهم الرئيس. انا ما عنديش بروبليم، انا اقسم بالله العلي العظيم تعالى وربي راه شاهد، والله غير جو سوي بور، مي كاين دي كونديسيون، كاين دي كونديسيون، كاين دي زيكسكيوز. قال فوالا يقعدوا في طابله، ولو روا تاعكم دار اون كراف ايرور نهار اللي داروا، نهار اللي داروا القمه العربيه في الجزائر، خي بعثوا انفيتاسيون باش يجيك. هذيك سيتي شوف لوكازيون ان با راتي. امين انت داير عرس، سيتي لوكازيون ان با راتي. امين انت داير عرس، انت درتي عرس نعم ياك، درتي عرضتي على الناس ياك، واخا ماشي الجزائر. انا عندي وليداتي، ما بغيتش نجي انايا، سيت اون ايرور. انا اصلا هو الملك ديالنا ما كيحضرش في القمم العربيه. لا بصح لا اسمح لي، على بالك بلي هذه كانت تكون. امين امين امين، احنا احنا المغرب، المغرب ملك، الملك صاحب الجلاله اعتذر عن تنظيم قمه عربيه ديال 2015 كنظن. اعتذرنا اعتذرنا اعتذرنا، كنا غنضموها وقلنا، قال لهم ملك بلاش،
عارف بان ما غيوقع والو غنمشيو غنهضروا، ما تعرفهاش هذه انت، ما على بالكش. معليش بصح هذه هذه قمه عربيه انيلها باسكو ما راح يكون فيها والو، معليش هذه ماني معك داكور فيها، بصح كان قادر يجي، كان قادر يجي باش بور ريغلي لو بروبليم اللي كاين بيناتنا توكور. يريحوا في طابله، يريحوا في طابله. لا تحكوا واش دابا بغيتو تشوف. قال فوالا انا ها البروبليم تاعي معاك، ولو البريزيدون تاعي يقولوا ها البروبليم تاعي معاك. ما بغاش الملك ما تيحضرش في القمم العربيه سنوات هذه، ما بغاش يجي عندك اصاحبي. ما بغاش. جا عندنا واخا جا ديجا في 2004 ولا 2005 ولا 2006 جا عندنا. الملك ديالنا ما كيحضرش القمم العربيه هذه مده. كي قلت لك راه دانيال اللي جا ليها جا عندنا في لاجيري، راه دانيال اللي حضر لها حضر لها عندنا في لاجيري. ما بغاش يجي يا صاحبي، صيفط لي في الله يسهل. ما شوف يا خويا، شوف انا مانيش نقول لك بالسيف يجي، شوف ما بغاش، شوف سي سون بروبليم يجي ما يجي، سي سون بروبليم ماشي بروبليم تاعنا. بصح عطيت لك انايا قلت لك فهمتك، دار اون ايرور هذا ما كان. لو كان جاو كانوا مريحوا في اون طاب وقصروا بلا مزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف ان كونسي، ان بتي ديرني كونسي، لا بغيت زعما، لا بغيت ما بغيتش تفرح راسك، راه كبير الله يسهل عليك. والله غير خطيك من البروفوكاسيون هذه زعما ان ديريكت لي زاجيريان. وشوف راهم فايقين لك، راهم برونشي لك بزاف اللي طون والله ميم مليحه لك. شكرا بزاف حبيبي، تحياتي. واش دابا تخيلوا معايا الملك غادي يمشي وغيكون جالس في الطبله وغيقول لهم فخامه الرئيس اوا يلا العشاء في الشيراتون، واش تمسقي؟ راه بروتوكول اصاحبي. انت دابا غادي تخيل معايا دابا انت الملك في القمه العربيه غينوض فخامه الرئيس غيقول لهم يلا العشاء في الشيراتون، واش تقصرين حنايا؟ واش هاد الاخوان في الجزائر واش تمن مني من نيتكم؟ تخيلوا معايا يلا العشاء في الشيراتون، ويلي لا ماشي الليله في الشيراتون، تخيلوا بحال هكذا ماشي الليله في الشيراتون. ودابا تخيل هادو الناس معروضين وجايين ونورمالمون خص البروتوكول يكون الرئيس الجزائري قال لهم يلا نتعشاو في الشيراتون فورا. تخيل اصاحبي شنو الاخوان من الجزائر من نيتهم؟ كيسحبوا مرة بتصر معاهم عمهم. راه مالك اصاحبي، ومالك مالك يهابه الرؤساء ديال الدول، رؤساء الدول في العالم. مالك شحال كاين من الملك في العالم؟ شحال كاين سوغ بلو دو اكثر من 210 ديال الدول ولا 212، شحال كاين من الملك في العالم؟ شوف غير في افريقيا، افريقيا شحال فيها من الملك؟ دابا الملك غيكون مريح غيقول له تبون العشاء في الشيراتون. هلا غايقول للشيفور ديالو نوض نوض العشاء في الشيراتون، واش من نيتكم؟ واش بهاد الحماقه هذا عندكم نتوما بحال هكا؟ واش نتوما مسطيين بعقلكم؟ يلا نوض نوض العشاء في الشيراتون. خد الجزائر كيفكر واحد لا لوجيك في شكال الحماق والله الا الحماق. هذا بقى لا حول ولا قوه الا بالله. لا الا حيدنا الملك ترجع العلاقات بخير ياك. ماشي غير الملك، يعني تغير النظام تاعك، تنحي الملك تولو يولي رمزي، يولي كيما في بريطانيا، يولي كيما في الدول الاخرى. انا ما قلتلكش حق طرده من البلاد، يعني يتولي سلطه للشعب والشعب هو اللي يقرر، ماشي 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 يعني اجناس البنك الدولي هو اللي يقرر، ومشي يعني الكيان هو اللي يقرر، وصراعات الموجوده تاع الدول اللي راهي اخذه كل المغرب. يعني المغرب راه مباع المهداوي، المهداوي اللي هو اكثر منك ملكيه، المهداوي يقول باللي المغرب كلها مباعت. واخا دابا نحيدنا الملك ترجع الامور بخير وعلى خير. ربما يطلعوا الاحرار اللي يحكموا هادشي نحيدوه. ربما ايه لا طلعوا الاحرار ما يطلعوش ناس اللي متابعين للكيان، بس كل كيان توغل. يعني راه المغاربه لا درتوا لهم داكشي خاطرهم غتبقاو في ربما. هادشي دابا بغينا نمشيو معاهم في هواهم وربما انا ما قلتكش نحي. اسمع لي يصبح الملك عنده حكم رمزي كيما موجود في بريطانيا، كيما موجود في الدول المتقدمه، ويكون نظام جمهوري للشعب هو اللي يقرر مصيره بيدو. سمعتني ومرحبا خويا. ومن عندي انا السي امير، والله يجعل موت بناصور السيل العظيم، وعاش الملك تحياتي. شي مبني وصور في 10 كيلومتر في الطول، طولا 10 كيلومتر هكذا دلعلو. الله لا وصلتي لداكشي اللي باغيه. والله الوطن الملك شي واخا دير موت بنا فيه 100 كيلومتر في السماء، الا هذيك اللي ما تعلموش بها. طلب اللي حبيتي، طلب اللي بغيتي، الا هذيك هي اللي ما عمرك توصل ليها. وهذه بالمناسبه هو راه دابا عبر على داكشي اللي باغي النظام الجزائري، وهذه دائما ما كان من يامات بوخر وبا هادشي اللي باغين من يامات داك المصري سميتو اللي مش ضروري مشات ليا المصري عبد الناصر، جمال عبد الناصر. حيدوا الملكيات في الدول العربيه كلها، حيدوا السنوسي في ليبيا، حيدوا كلشي. يا والله يا الجزائري واخا تعواج، واخا تلوى، عرفتي شنو هي تعواج؟ هذيك هي اللي ما عمرك تحلم بها. علاش؟ لانه الشعب المغربي متشبت بملكه. كاين شي واحد كيحيد بوها اخويا، كاين شي واحد كيحيد بوها؟ حنا مسخت الوالدين، حنا مسخت سيدنا باش نحيدوا الملك، حنا جدودنا
بايعوا الملك غيجي دابا يطلب مني انا نحيد الماء، واش انت مسطي؟ صحه بز منك غيبقى الملك اولدي، بز منك صحه صحه، يمشي رئيس ويجي رئيس، الملك هو اللي غيبقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولكن رايه دابا هو عبر على الراي ديالو، نحترموه. انا تنقول له غير هذه مساله الملك غنساها فوتها، قول لي متى انا ما تحلم، قول لي مثلا حيدوا، مثلا حيدوا العلاقات مع اسرائيل، حيدوا اخ النوش، حيدوا اخ شي حاجه، شي حاجه اللي تلعب قبل قبلها منك، ندوزها منك الملك. كتعرف ديك كاش قالوا المصريين على قوتيتنا؟ انا غنحيدك انت من حدايا، انت غنحيدك من حدايا والملك غيبقى. او سويلو والله الا تيحلموا، تيحلموا تيحلموا، شوف كي شو دابا الشعب الجزائري والنظام الجزائري تيحلموا. السلام عليكم. تحياتي اخويا، تحياتي. انا الحدود ما بغيتهمش يتفتحوا معاهم، عرفتي علاش؟ ما بغيت انا الحدود حيت عندهم السيده كثرت، عندهم المرض كثير. تحياتنا. طب قول لي عندي شحال وانا حاب نطلع معاك. مرحبا بك. انا ما تبرونشيش في روحك والحدود ما تنفتحش خويا. علاش حبيبي علاش؟ من الاخر ما تنفتحش، هنا الشعب ما نفتحوهاش. خاش توما ماكش سواسوا. ماكش خويا. منين اخويا؟ تزيري. تزيري. بلاصه في تزير. روح شخصي راه ادخل في جوجل قول لهم المنديه الفانتيس. اه الناس المنديه ناس ملاحه خويا. ما باينه باللي ناس ملاح وكل، بصح ما نستناوكمش باللي تفتحوا الحدود، انساها، نقزها من راسك. علاش اخويا؟ وحنا خوتكم. يا ما كاش خويا، يا تا خو اسرائيلي. اسرائيلي هو اللي خوك. شنو العاصمة ديال اسرائيل؟ تعرف اسرائيل انت؟ شوف ما يهمنيش، المهم ليسونسيال حاجة واحدة، الشعب ما يفتحش الحدود من الآخر ومن التالي. علاش؟ علاش؟ المهم هنا علمونا، علموها لنا هكا الحدود ما تنفتحش من التالي. هكا لجان توانا كاع ضيعتوهم بالزطلة. كاع كاع دخلتوهم في حي. دابا انت انسان بعقلك، ماشي كاع اللي علموه لك غادي تاخذه كما هو. المهم مثالي انا تحيا عمي تبون وتحيا شنقريها. انا معاك.